اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده وعلى فين يا مصر. زي ما عودناكم كل حلقه بيكون معانا ضيفين، الضيفين بيمثلوا طيارين مختلفين من الطيارات الموجوده في الشارع المصري دلوقتي. وعلشان كده برحب بضيوفي، برحب باستاذ زيزو عبده ناشط سياسي حركه 6 ابريل. اهلا بك يا فندم. اهلا. برحب على الجانب الاخر بالشيخ عمرو علاء، مؤسس صفحه بالنهضه هننهض والناشط السياسي. اهلا بك يا فندم. أهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. برحب بضيوفي الكرام مره ثانيه، اهلا وسهلا بحضراتكم معانا. هبتدي بزيزو. زيزو، احنا اسم برنامجنا على فين يا مصر. احب اسمع وجهه نظرك بما انك العقل المدبر لحركه 6 ابريل، وهي حركه مؤثره جدا في الثوره المصريه، ويمكن كانت بمثابه يعني فتيل اشعل الثوره المصريه. على فين يا مصر من وجهه نظرك؟ كان في جمله العظيم قالها جلال عامر الكاتب الساخر، قال على فين يا مصر؟ قال له مش كنت تسال قبل ما تركب؟ ده كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. فلغايه دلوقتي تقريبا محمد مرسي اللي انا لا اعترف بيه كرئيس الجمهوريه، بنستعيد مره اخرى هذه المقوله العبقريه، احنا مش عارفين احنا رايحين على فين، ولما بنسال بيتوهونا. نعم. يعني انت قدامك الطريق ضبابي، ما فيش اي، هو ما اعتقدش في طريق اصلا، اللي احنا يعني ما فيش طريق معين محدد الخطوات اللي احنا نمشي عليه، الطريق ما اتوجدش. ده ممكن يكون لحالة واضحة جدا للشعب المصري دلوقتي، ان النظام الحاكم المتمثل في محمد مرسي واهله وعشيرته بيحاولوا يخطفوا مصر لجهة احنا مش عايزينها تروح فيها. ايه هي الجهة ديت؟ اللي هي تكون ولاية من ضمن الولايات. لذلك لو ركزنا في خطاب السياسي بتاع محمد مرسي هنقول دايما اللي هو بيقول انا رئيس الدولة مش رئيس الجمهورية. هم يعني هل هو يوضح لنا مش معترف ان مصر جمهورية؟ هل هي دولة وفي مجموعة دول اخرى؟ فاعتقد ان احنا في طريقنا ومكملين ضد اي نظام فاسد او فاشل او فاشي، ايا كان مين اللي ماسك البلد ومين اللي بيحكم. احنا مش ضد الاخوان عشان هم اخوان مسلمين، او مش ضد السلفيين عشان هم ناس بتوع ربنا ومتدينين، لا، احنا ضد اي حد هيجي يمسك البلد ديت ويتلاعب بمقدرات ومكتسبات الوطن دوت، حتى لو البرادعي، حتى لو حمدين صباحي، حتى لو في يوم من الايام شباب 6 ابريل مسكت البلد ديت. بس طيب شيخ عمر، يعني احب اسمع وجهه نظرك في نفس السؤال، على فين يا مصر بما انك ممثل للتيار الاسلامي ومن المؤيدين بشده للدكتور محمد مرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني احب اقول بس ان ازعجني جدا كلام الاخ زيزو، وكان نفسي ان يبقى فيه نوع من انواع التفاؤل او الامل اكتر من كده، لان انا عايز اقوله ان لو مش هقول كل الشعب المصري، هقول معظم الشعب المصري، لو بيفكر بنفس التشاؤم ونفس الجهل الفكري عن الاخر بيعمل ايه، او الاخر بيفكر ازاي، او الاخر بيحاول يوصل بمصر لايه اللي هو ما نسبهاش لينا، والمفروض ان احنا برضو جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الوطن، فاللي يبقى احنا كده فعلا رايحين على ضباب، ورايحين ان احنا مش هنبقى كتله واحده. لكن انا من وجهه نظري احنا رايحين على كل خير، وان هو فعلا عنده نظره متشائمه جدا، وانه طيب. ما ينفعش كمان ان هو يحكم على الفصيل الاخر، يعني هو ممكن ان هو يرى وجهه نظر، لكن هو يحكم على الفصيل الاخر ده شيء انا ما من حقي كمواطن ان انا احكم على اي حد في السلطه. مش من درجه الحكم يا فندم، مش من درجه الحكم، مش من حقك انك تحكم، من حقك انك تقول رايك، من حقك يبقى عندك مشكله بتناقشها، ده من حقك، وده على فكره ما كانش موجود قبل كده، وده جزء من يعني جزء من الوطنيه والحريه والديمقراطيه اللي بتشبع بيها في عهد الرئيس محمد مرسي. ولكن حضرتك مش مقتنع بيه؟ لا، هي الحريه مش اللي جابها لنا محمد مرسي، احنا اللي جبناها بايدينا يا فندم. ومحمد مرسي لو كنا في يوم قعد على الكرسي ومسك بلد بحجم مصر، فالشرف الشرف ليه طبعا، الشرف ليه ولينا. الشرف لينا احنا كشباب اللي احنا عملنا ثوره ضد مبارك، ولكن للاسف كنا متوسمين خير، احنا كنا في الميدان اكتر من احنا كنا متوسمين خير في بدايه عهده، ولكن ده ما حصلش. فالحريه ديت احنا اللي انتزعناها، الحريه ديت احنا اللي جبناها بايدينا، محدش من علينا بالحريه. لو متوسم خير احنا اللي شلنا مبارك، وقادرين ان احنا نشيل اي حد زي مبارك. ونظره التشاؤم اللي حضرتك فيها دي تدل على ان حضرتك بالعكس، احنا اكثر ناس متفائلين، وان شاء الله التفاؤل قريب بخروج محمد مرسي من وتنحيه فصيل الاخوان المسلمين على السلطه. هم مصريين وكل شيء، ولكن تنحيتهم واجبه ونافذه للثوار اللي هم يمشوا من السلطه، كفايه كده. حضرتك من حقك انك تقول مين يمشي ومين يقعد. لا، انا بقول لحضرتك، احنا ككتله حرجه في المجتمع
وكتفاصيل وتفاصيل سياسي قدرنا نقوم الناس في ثوره 25 يناير قادرين ان احنا نكمل طريقنا كمواطن مصري كمان مش طبعا طبعا الحركه بتاعت حضرتك من حقي ان انا ابيدها او ان انا انهيها او ان انا ما اخليهاش اللي هي ايه يا فندم الحركه بتاعت حضرتك اللي هي حركه ايه اللي هي حركه 6 ابريل يعني هتبيدها ازاي ما هو حضرتك عايز عايز عشان انت في مصدر انت في مصدر سلطه يا فندم لما انا اجي في نفس المصدر دوت السلطه وساعتها يبقى انت شايف ان انا بتلاعب بمقدرات الوطن حقك تنزل وتقول لا تلعب عليا وتقول لازم تمشي. ولا فصيلي ولا جماعه لكن انا مواطن الوطن. انا مواطن وشايف ان البلد رايحه على طريق غير معلوم في فساد في حاجات كتير في قتل في فقر في قمع يعني تعدد من هنا لبكره ففكره التفاؤل موجوده ان شاء الله بس التفاؤل الثوره اللي احنا بديناها اللي حضرتك نزلت فيها واحنا كنا بنحميكوا فيها الثوره دي لا يا فندم ثواني بس 300 انت حميتوا مين انتوا نازلين محددين وجهتكم وعندكم اجنده معينه بتنفذوها اللي انتوا ركبتوا على الصوت لكن انتوا ما حميتوش حد تمام انا بس عايز اوضح انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا ولازم الناس كلها تعرفها للاسف بس في خطاب بتاع الاخوان دايما يقول لك احنا كنا في موقعه الجمل واحنا اللي حمينا الكلام دوت خاطئ اللي كان بيحمي يا فندم اللي كان بيحمي شباب المناطق الشعبيه يا فندم بولاية باكور وامبابة الناس اللي المفروض نسلط عليهم الضوء وما بنجيبش سيرتهم الشباب العاديين الشباب البسطاء هم دول اللي وقفوا الناس دول منهم اخوان في شباب الترا في كله لكن ما تقولش انتوا كنتوا بتحمونا ده مش حقيقي ده مش حقيقي يا فندم واحنا كنا الناس الاكثريه انت ما شفتش بعد كده تقريبا انت الثوره عندك خلصت في وقت متهالي قريب عشان محمد محمود ومجلس الوزراء الثوره عندي ما خلصتش انا لو خلصت كنت لغيت كل المطالب اللي ابتدت في الثوره وكنت ابتديت اركز في انتوا مش قادرين تحققوها ولا هتعرفوا تحققوها يا فندم ليه مش عارف لا عشان انتوا انا حققت يا فندم انا واللي معايا انا ومين اللي حققنا انتوا الاجنده بتاعتكم ما عليهاش حاجه واحده مدركه من مطالب الثوره انتوا ليكوا اجنده خاصه بتنفذوها هقول بس تعليق الشيخ عمرو مش واخد باله منه ان زيزو قال في اول كلامه ان اول ما دكتور محمد مرسي مسك توسم خير جدا وكان متفائل توسم خير هو بيعترف بيه اللي بيقول انا ما بعترفش بيه بس خير هو من ضمن الحركات اللي دعمته هو حضرتك بتعرف تقول من امام رئيس السابق حسني مبارك بتعرف تعمل كده مش عارف تقول كده ما نعرفش تقول كده ايه والله فين امال الثوره قامت ازاي حضرتك يا فندم هو انت حضرتك انا قاعد يعني هو انت مغيب هو انت مغيب هو اللي ماشي حسني مبارك ده مين انا عايز افهم يعني استاذ عمرو مين الناس اللي نزلت في الشارع مين الناس اللي نزلت في الشارع ماشي حسني مبارك ازاي مش فاهم انت حضرتك نازل يا فندم ده خفه اصل انت بتقول لي مرسي وحريه في عهد منك تقول لي انت مغيب لا ما انت بتقول لي انتوا كان دوركم ايه قبل الثوره طيب فاصل وهنرجع نكمل نقاشنا تاني مع الشيخ عمرو وزيزو عبده يا استاذ عمرو بعد اذنك وانا بس عايز افهم يعني احنا الحوار ماشي ازاي او قلت لي بس الحوار ماشي يا فندم ان استاذ زيزو بيرد وبرجع لحضرتك ثاني بترد بس حضرتك مش بتدي له فرصه يتكلم يا فندم انا لما اقعد مع شخص يعني هو يعني انا لا اعني له شيء انا لنا ولا الجماعه الذي انتسب اليها يبقى مع احترامي ليه هو برضه لا يعني انا ما اعرفش انت عضو في جماعه ايه ايا انا حضرتك مش عضو في جماعه انا بني ادم بقيت شخص ايا لا انا بقول لحضرتك خرجني بره ان انا عضو انت كشخص انا شخص بنتمي لفكري ينتمي لفصيل معين حضرتك لازم تحترم الفصيل ده لازم تحترم وجوده يا فندم هو محترم ودي وجهه نظر ودي وجهه نظر احنا جايين انتخابات صندوق يا جماعه دي وجهه نظر هو ناسي بقى هو لا لا خلاص المغيب هو اللي مغيب مش موضوع صندوق الانتخابات دوت يعني يعني وكمان انا هدي حضرتك وقتك يا فندم بس سيب لا 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 الاستاذ واخد وقت اكتر مني ده ما ردتش قلتش حاجه لا حضرتك مش ضابط الستوب واتش شوف عمرو انت بس متهكم شويه عليه معرفش بس يمكن انتوا بس اعلام موجه لناحيه معينه وانت لا احنا مش اعلام موجه يا فندم لا احنا مش اعلام موجه يا فندم احنا مش اعلام موجه انا كان نفسي اجي الاقي حاجه احسن اعلام موجه حضرتك جيت عندنا ليه النهارده انا كان نفسي اجي الاقي حاجه احسن من كده بصراحه يعني ايه اللي حضرتك كان نفسك تشوفه النهارده يا فندم كان نفسي الاقي يعني اي نوع من كان نفسي الاقي صفحه حجازي قاعد قدامي بنفس الصخوريه دي برضه. السلام عليكم. انا شيخ صفر. بعد اذنك عايزك تيجي تاخدني علشان انا عشان ما نتاخرش على الدرس اللي عندنا. تليفون ايه ده بس يا ريت ممكن يا جماعه حد يقول لي الشارع اللي بره اسمه ايه بعد اذنكم؟ استاذ نيفين والله العظيم انا مش الشارع اللي احنا فيه ده بس عشان في زملائي جايين ياخدوني بعد اذنكم. لا لا شكرا مش عايز مش عايز يا فندم نكمل تصوير وبعد اذنكم انا ما قمتش يا فندم بعد اذنكم بس شيخ ايه يا فندم؟ شارع حورس متفرع المنصوريه ايوه ايوه هو ده يا فندم بعد اذنك عشان عندي حلقات بعد كده جزاكم الله خير طب يا ريت بس نرجع من الفاصل عشان يلا السلام عليكم انا عامله صامت يا فندم 5 4 3 2 1
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وهرجع للشيخ عمرو. الشيخ عمرو، التيارات الإسلامية يعني وجهوا اعتداءات كتيرة على فتيات كتير أو سيدات، منهم أستاذة ميرفت موسى ومنهم السيدة شهندة مقلد. بالظبط، رأيك ايه في ده؟ السيدة ميرفت اللي تحولت الى بطلة ثورية علشان نازلة تتظاهر، فحد علشان هي تطولت عليه بالكلام وبالالفاظ وبايديها فمد ايده عليها فبقت بطلة ثورية. حضرتك كنت قاعد، حضرتك كنت موجود لما تطولت عليه؟ انا ما هو مين اللي قال ان هي، مين اللي قال ان انتوا عمالين بتقولوا عليها مظلومة؟ مين اللي قال مظلومة؟ انت بتقول لي ما تجزمش، انت كمان برضو بتاكد كلامك من الشاشة الشخص ده. يا فندم مفيش حد بيعمل، مفيش حد ليه رد فعل من غير فعل. بنت تتطاول على رجل، هل ده بيديله حق؟ ايوه يا فندم طبعا، استاذه متبرجه ناس يعني بتقل ادبها على اخ طبيعي. يعني هو طبيعي، مش من حق حضرتك تقول متبرجة ولا مش متبرجة. لا ده رقم واحد، حضرتك كده بتدخل في طول تربيتي. ده رقم واحد، تربيتي بتقول على الفتاة كده متبرجة، ده مش من حق الاخت اللي قاعدة دي. انا احكم على اسرتك متبرجة. لا لا لا، لو سمحت احترم. رقم اتنين، رقم اتنين شرف. لا لا هقول لك، ده كده تطاول وخروج. انت شايفها متبرجة؟ ده من وجهة نظرك، ما تحكمش عليها. ما تقولش ما تنزلش. رقم اتنين شرف لكل فتاة وانثى مصرية، ميرفت موسى اللي هي اعتبرت شرف للمرأة الثورية. تمام، احنا دايما بنرد لهم الجميل في وقفتهم في ثورة 25 يناير. مش هنيجي دلوقتي نتكلم عليهم بالاسلوب دوت. تمام، يعني لما تيجي تتكلم على ميرفت موسى تمام، وحضرتك لو كنت موجود بقى، لو كنت موجود او حد ممكن يكون محفظك كلمتين والله اعلم. انت بتكمل كلامك، انت بتدي له فرصه من فضلك. انت ما كنتش موجود في الحدث، انت كده ضعيف، انت كده ضعيف. نقطه نظام، انا هسيبك تتكلم لغايه ما ردتش على سؤالي. يا استاذ زيزو، يا استاذ زيزو، يا شيخ عمرو، بعد اذنك، بعد اذنك زي ما حضرتك خدت مساحتك في الكلام. انا ما بعليش صوت يا فندم. زي ما حضرتك خدت مساحتك في الكلام، هو حقه ان هو يعقب على كلامك يا فندم. طيب. انا بتناقش معاك، انا عايز تعليق صغير جدا. انا عايزه تعليق صغير جدا. حضرتك وصفتني دلوقتي بمتبرجه، وصفت استاذه ميرفت موسى بمتبرجه. انا بس عايزه ارد عليك، انا عايزه لا حضرتك مش من حقك، مش من حقك تدخل في امور شخصيه، ومش من حقك تتطرق لامور شخصيه. انا ما بكلمش حضرتك. والدكتور محمد مرسي اصلا مش موجوده في البرنامج برضه. الاستاذ يعني يا فندم، يا فندم انا هنا مذيع وبدير الحوار يا فندم. بتهينوا المراه وبتهينوا دور المراه في المجتمع. دي كارثه، دي كارثه. وانا مش متزوج، عشان كده بقول لك ليه يا اخي متزوجين يا فندم. حضرتك قبلت انك تيجي البرنامج ده يبقى تقبل تتصور مع اي حد يا فندم؟ انا ما كنتش اعرف ان حضرتك موجوده. لا حضرتك عارف، حضرتك عارف كويس، حضرتك عارف كويس. عايز اسال سؤال حضرتك، حضرتك يعني جايبني علشان انت تهزقني، ولا حضرتك جايبني انت مقدم؟ لا انا ما بهزقش الضيوف، بس انت بتتطول عليا. جايبه علشان تعمل انت وانا ما بهزقش الضيوف. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. هو الدين بتاعنا فعلا بيقول كده. يعني انا عايز اوضح لحضرتك حاجه ممكن تكون متدين اكتر مني، ولكن في جمله من كلمتين. الدين المعامله، الدين المعامله. انت ده بيرد الله يا اخي، مش انا اللي بيرد الله. اتكلم عني ده المفروض اللي انا دلوقتي. يعني ايوه اتكلم عني دلوقتي. حضرتك دلوقتي ما تجحدش عليا. قلت على السيده الفاضله اللي قاعده وعلى السيده ميرفت موسى، واهنت فيهم واهنت الدكتور معاك. ولو ما تعرفوش، انا ما تعرفوش مين شهنده العظيمه، شهنده مقلد اللي دورها معروف من السبعينات، وتيجي حد يتكلم منها من الاخوان ويمسك ايديها ها ويتطور عليها، يبقى ده معناه ايه؟ ها ده معناه ايه؟ القتل والدمار والتخريب اللي انتوا بتعملوه. صح. القتل والخسه بدم بارد. الشباب احنا على فكره، هات لي بقى كل الكريست. طيب. 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 يا جماعه احنا عندكم، انتوا بتعملوا على اللي بتستفيدوا من ورا الدم يا فندم. انتوا بتستفيدوا من ورا الدم. طلعني كمان ارهاب، طلعني كمان ارهاب. احنا قاعدين بندافع، ولا معترف بيا ولا اعترف، فانا ارهابي يا استاذ عمر. احنا هنا بندير الحوار من فضلك يا جماعه، من فضلك. احنا هنا بندير الحوار يا فندم، يا فندم، يا فندم، يا فندم. احنا هنا بندير الحوار، لو سمحت بس نقطة نظام. في ايه؟ احنا قاعدين بندافع، ولا معترف بيا ولا اعترف، فانا ارهابي يا استاذ عمر. احنا هنا بندير الحوار من فضلك يا جماعه، من فضلك. احنا هنا بندير الحوار يا فندم، يا فندم، يا فندم، يا فندم. احنا هنا بندير الحوار، لو سمحت بس نقطة نظام. في ايه؟ تعالى حاج صفوان، خش يا صفوان، خليك جوه، خليك جوه معاه، خش جوه معاه.
البنات البنات. هاتوا الاستاذ الدريب، هاتوا الاستاذ الدريب. مين اللي حاطط الشباب؟ خش الشباب. طلع لي الدب جوه يا جماعه. دخلوني الدب جوه، دخلوني الدب جوه يا استاذ النفس. خش جوه، خش جوه. انت رجاله كده، انت رجاله. انت عايز ايه؟ انت رجاله. الناس كلها تخش جوه، انت رجاله. الناس هتمضي على الورق يا حسين جوهر، الناس هتمضي على الورق يا حسين جوهر. دخل الراجل جوه، دخله جوه. اتفضل حضرتك جوه. الاستاذ ده يمضي، الاستاذ ده يمضي. الناس دي جد. هات استمارات يا شيخ، هات استمارات يا شيخ، هات يا شيخ. بس الحاجات هنا، الناس تمضي وانت تمضي، انت تمضي. هو ده السوق، هو ده. عشان نبقى مفهومين بس، اللي مش هيمضي هيموت، اللي مش هيمضي هيموت. هتروح سيبه مضى خلاص. دخل الناس، خش جوه، خش جوه. ما تمدش ايدك وخش جوه. الناس دي كلها تمضي. الاستاذ ده يمضي، الاستاذ الوطني الساوي، الاستاذ الوطني. الناس دي تمضي. لا طبعا هتموتوا هنا. قوم الراجل، قوموا قوموا. قوموا مش عايزه في حاجه، قوموا مش عايزه في حاجه. ماشيين مش عايزه في حاجه، مش عايزه. ماشيين الناس تمضي. حسن 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 حسن، تعالى تعالى شوف حسن. حسن مش حاطين على تجرد. الناس تمضي، الناس هتمضي، الناس هتفوق. انزل يا بيه، انزل دي بقى. الناس هتمضي، الناس هتفوق. انزل على دي، انزل على دي. بعدين هو هيمضي، هو هيمضي يا شيخ صافي. هو هيمضي يا شيخ صافي. ماشي ماشي حلو. طلع في المكان، خش جاي. ادي وقفني، ادي وقفني لوحدك. اسمعك، ادي وقفني، ادي وقفني لوحدك. اسمعك، خش جاي، ادي وقفني. الناس هتسيبهم، سيبهم سيبهم سيبهم. امضي يا عم الشيخ. انت الحوار كان ماشي كويس، انت ايه اللي حصل؟ يا هتمضي يا هتموت هنا، انت والاستاذ. امضي على ايه يا عم؟ انا يا هتمضي يا هتموت هنا. امسك يا شيخ، امسك. امسك الناس مضت، كله مضى، كله مضى. انت مضيت، 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 قول مضيت. طلع الناس، طلع الناس اللي ما مضيت. ايوه ايوه انا مضيت. طلع الناس، اقفل الباب. مضيت، مضيت، تعال. اللي ما مضاش هيموت هنا. مرة بقى، مرة بقى. سيبوا يا شيخ، سيبوا يا شيخ، سيبوا. مرة يا جدعان، مرة يا رجالة، مرة يا رجالة، مرة. هيموت هنا. الناس بره. تعالى يا ريس، بره. خليك وقت يا بيه. انا اتخطفت خطف واحد. هو عمرو لما اتكلم في التليفون فطبعا ده كان طبيعي جدا، وقلت اكيد في ناس هتيجي تاخده، لان هو يعني كره الحلقه وما قدرش، مش قد مناقشه يعني، فعايز يمشي. فالخبط اللي حصل ده دخل عليا بجد، والدخله بتاعتهم بالجراكن قلت ده يعني المفروض، لا لا قلت ده بنزين وهيحصل حاجه، لان احنا مجربين في العباسيه يعني، احنا قعدنا معاهم فتره وعرفنا دماغهم وعرفنا فكرهم عامل ازاي وعارفين العنف في طبعهم، ويعني مش هقول مش قادر اوصف الاحساس يعني، بس كان اهم حاجه عندي البنات يعني. مش عارف يمكن احنا عشان في الميدان دايما لما كان بيحصل اي حاجه كنا دايما نجري على البنات نامنهم يعني. على فكره بالمناسبه احنا داخل السجن كان بيتم التعامل معانا بتقريبا بنفس الشكل اللي فيه تعذيب نفسي. انا كنت محتجز في سجن العقرب 33 يوم. فكان في محاولات كثيره لاخافتنا يعني. فاعتقد ان هو مش عشان بطل ولا عشان راجل، ولكن تقريبا التجارب يعني تجارب متعدده، فتقريبا الواحد بقى ما عندوش دم يعني. خلاص. كل سنه وانتم طيبين ورمضان